الحرب التي تعيشها البلاد تبقى إرادة الحياة والإصرار على إعادة الإعمار العنوان الأبرز الذي يرسم حياة السوريين. هذا ما ترجمه سكان منطقة باب الفرج في حلب بعد نفض غبار الإرهاب عن الشهباء. الحمد لله الأمور كويسة والناس هلا طالما بلشت تعمر معناتها بدها ترجع بدها تفتح محلاتها، والحمد لله رب العالمين على شوفة عينك فتحوا شيء تقريبا يعني بتحسن بتقول بحدود 20 محل يعني من منطقة باب الحديد حصلا وباب النصر، وشي 60% هلا 70% عم انجزوا عملهم. ان شاء الله بدنا نعمرها وترجع حلب مثل ما كانت وما بنخشى شيء طويل، ونحن ضد الإرهاب. لم تمنع حرارة الصيف مع ساعات الصيام الطويلة أهالي حي باب الفرج من العمل يدا بيد كبيرا وصغيرا لإعادة إعمار المنطقة، فهم كما كل السوريين في جميع المحافظات يعملون كجسد واحد كرمى لتراب الوطن. نعم نشتغل ونعمر حلب وضد الإرهاب، نشتغل ونرجع نعمر كل شيء دمروا الإرهاب عنا بسوريا إن شاء الله، وهذا الشيء ما راح يخلينا يعني ننسنا عن عزيمتنا، بالعكس راح يزيدنا قوة ويزيدنا صلابة إن شاء الله. نحن عنا خبرة بالأثار بالمدينة القديمة وبالأعمار الغمس وبالحجر اللي عم نرجعه اللي مهدود لهدول الإرهابيين كلها عم نرجعه مثل ما كان، ونفس الطبق الأصل نرجع المبنى مثل ما كان بالعينين حجرة حجرة. إعادة إعمار عدد من المناطق في حلب خطوة في خريطة الطريق لإعادة إعمار جميع المناطق في سوريا والتي تدمرت بفعل الإرهاب. هي خريطة ترسمها انتصارات رجال الجيش العربي السوري المتتالية.